مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدين قناة المحور، وأهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجنا أنت الراجل. بيكون معادنا معاكم كل يوم خميس الساعة 7:30 مساء، والإعادة بتكون في نفس اليوم الساعة 12. إحنا بنسمع عن إشاعة معروفة، ولدرجة إن إحنا كلنا بدأنا نصدقها، بتقول إن الراجل بعد الطلاق بيتحول للشيطان، بيتحول لشيطان مع طليقته، وبيتحول لشيطان حتى مع أولاده. شيطان بقى من ناحية التعامل، من ناحية المادية والالتزامات بالذات، شيطان حتى في أسلوب التفاهم بينه وبين مراته أو طليقته وأبنائه وحتى أهلها. عشان كده أنا جايبة لكم معايا خبر هنقراه مع بعض، وهنتفرج على الفيديو اللي مع الخبر، عشان ده فرحني جدا. الخبر ده هيبقى نموذج للمطلقين في مصر ان هم يتعاملوا بنفس الاسلوب اللي شفناه اللي هنشوفه دلوقتي. والخبر كتبته على صفحتها استاذه رشا رضا، وبتقول: شكرا يا موسى على كل حاجه بتعملها ليا ولولادنا بعد الانفصال، عقبال ما تعمل لولادنا. حسن الاختيار يا جماعه، وربنا يديم الود والخير والاحترام. أستاذة رشا بتشكر طليقها زي ما احنا شايفين، وعلى حاجة حلوة عملها ليها ولأهلها. وهنخلي أستاذة رشا تحكي لنا بنفسها عن الموقف وهي معانا على التليفون. أستاذة رشا، ألو. مساء الخير يا رندا. مساء الخير، أهلا بيكي وانت في برنامج أنت الراجل. أهلا بيك يا رندا، ألف مبروك على البرنامج، وإن شاء الله يبقى ناجح ويكسر الدنيا. ميرسي يا رشا. احكي لنا بقى الأول، أنتوا منفصلين ولا مطلقين؟ منفصلين، لا، طلاق رسمي من سنتين تقريبا. من سنتين. أيوه. أنتوا حصل لحد فيكوا ارتباط بحد تاني ولا كل حد لسه؟ هو متجوز وعنده بنوتة، ربنا يبارك له في حياته إن شاء الله. طب انا حابه قوي الاحترام في المعامله اللي بينك وبينه، فاكيد انا عارفه وواثقه ان الست هتوصل لده، عشان لازم يكون الراجل من بيت طيب، ويكون هو كمان عنده اخلاق وبيعرف التزاماته. وهعرف منك ده في الاسئله الجايه، بس عاوزه اعرف منك حاجه تانية. الست بمعاملتها هي اللي بتوصل طالقها للمعامله المحترمه دي. ايه الحاجه المهمه اللي انت لمستيها وبتوصي بيها المطلقات ان هم يتعاملوا بيها مع ابهات ولادهم؟ إيه، لا بصي يا رندا، هو الموضوع ما تقدريش تقولي انها حاله وتعامليها على الكل. بمعنى ان يعني ما نقدرش نقول كل الستات وحشين او كل الرجاله وحشين، هي تمام. كلها سلوك فرديه. اوكي. بس علشان يعني نوصل لنتيجه محترمه لازم نبقى مقتنعين ان الجواز اسمه ونصيب. اكيد. والطلاق مش تجربه سهله للطرفين. فلو هنعتبر انها خساره للطرفين لازم يبقى في ذكاء وحكمه ونضج عشان الاثنين يطلعوا باقل الخسائر. تمام. مش من الذكاء خالص ان كل واحد يفكر في الموضوع بانه صراع وحقد وانتقام، ونقعد بقى نشوف يعني كده الحياه مش هتبقى سويه. اكيد. وفي اطفال. طب احنا دلوقتي عايزين نقول هو عمل ايه عشان انت نزلتي له الشكر ده عندك على البروفايل. ما هي الدنيا مش بتوصل للاستقرار، يعني لازم الاول عشان نشوف النتيجه دي وصلنا ليها ازاي، تشوفي الاول يعني انت عملتي ايه عشان توصلي في الاخر للنتيجه دي. لا انا اقصد الحدث اللي انت نزلتيه صورتيه ونزلتيه على البروفايل. محترمه جدا جدا. في المناسبات العائليه بيبقى حاضر فيها. بنخرج مع بعض عادي، بنسافر نشتري للولاد الطلبات بتاعتهم مع بعض. تمام. من اول يوم ما كانش فيه خالص قطع للولاد، يعني بيتعاملوا معاه ومع اهله ومع اخواته عادي جدا. ايوه. لان الولاد في كل الاحوال مش طرف في المشكله اللي ممكن تكون كانت. احنا بنشوف الفيديو اللي انت نزلتيه ده، المفروض ان انت كنت بتشكريه على انت كاتبه دي كانت ايه؟ قرايه فتحه بنت اختي. ايوه. وهو بطبيعه شغله هو بيشتغل حلواني. ايوه. فهو اللي كان عامل البوفيه وهو اللي كان مشرف عليه، كان متابع الموضوع يمكن اكتر مني كمان. طب حلو قوي، يعني هو كمان يعني مش كمان لاختك، ده كمان بيعمل ده لبنت اختك. فهو هي العلاقه بينا الحمد لله محترمه جدا، يعني هو واحد من يعني عشره 18 سنه. فطبيعي بقى في عشره، ما عادتش الموضوع زوج وزوجه وخلاص الموضوع خلص مع السلامه دورك خلص. لا طب يا رشا، في حياه.
ايه الحاجة اللي بجد الست لما تنفصل تبقى حريصة عليها قوي وهي بتتعامل مع ابو ولادها عشان تحافظ على الود ده او حتى لا هي تخلقه؟ مبدئيا علشان تطلبي من حد انه يتعامل باحترام او بنضج، لازم ما تبقيش ظلماه او ما تبقيش قهرتيه في حاجه او حاسه ان هو بيتعامل بقهر مش بحريه، مش باختيار. ما بتفرضيش عليه اعمل لي وهات لي ومش بالامر. ان اقصد ان عشان يحصل انفصال في رقي لازم تبقى هي ضامنه حقوق ولادها، ما تبقاش محوجه او في قله كرامه. لا، انت امنت الولاد، انا مش بتعامل معاك عشان انا مضطره او يعني اللي انت عملتيه ده رد فعل طبيعي لموقفه المسؤول والمحتمر بالضبط. والمحترم مع ولاده. بصي، القانون وال يعني ده دي سكه تانية خالص. واحنا مش بنشكرك، موضوع. احنا بنشكرك يا استاذه رشا، وزي ما انتوا شفتوا كده يا جماعه الفيديو اللي معانا بيعرض ان في رجاله بعد الطلاق بتبقى رجاله محترمه ومسؤوله، وبتبقى رجاله شيك حتى في المعامله مع اهل الولاد، ما هم اهل ولاده. وكمان الفيديو ده بيكذب اشاعه تانية مش لطيفه كده بتتقال على الشعب الدمياطي، ان الشعب الدمياطي ممسك وبخيل. الفيديو ده يا جماعه من دمياط، واحنا بنشكر بمناسبه الفيديو ده شعب دمياط واهل دمياط ان هم قدموا لنا نموذج محترم وقدوه للمعامله بين الزوج والزوجه، وقدم لنا زوج مسؤول وزوج من بيئه طيبه وزوجه كمان صانت الود وصانت العشره. بنشكر شعب دمياط، وبننتقل للفقره اللي بعد كده وهي فقره التلاكيك. زي ما احنا عارفين ان التلاكيك بتبقى اللي هنقولها كل مرة بتبقى سلوك أو تصرف بتعمله الزوجة لهدف ما عشان توصل بالزوج، لإما تضغط عليه عشان تحقق طلب معين أو تضغط عليه عشان تنهي العلاقة. وبتوصل الحال إن العلاقة حتى لو انتهت بتنتهي بينهم في تسمم جواهم ناحية بعض، أو لو استمروا بيستمروا بحياة باردة ملهاش طعم، فدي نهاية التلاكيك. احنا هنستقبل مكالمة دلوقتي، وقبل ما استقبلها هوضح ان الاتصال بيكون على مسؤولية المتصل. معانا دلوقتي استاذ احمد درويش وهيحكي لنا عن التلكيكة اللي معانا النهاردة. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. اهلا بيك في برنامج انت الراجل. وعليكم السلام. ازيك يا فندم، اخبارك ايه؟ هو بالنسبه دلوقتي يا فندم التلكيكه، انا كان اشتغلت في المقاولات وكان ليا شغل وليا مرتب حلو الحمد لله، حصل ظروف ما فطبعا الدنيا اتغيرت، فدلوقتي تقول لي ما بتاكلنيش وما بيصرفش، مع اني كنت بصرف كويس وكنت باكل كويس، وانا كنت ليا ولد واحد يعني حضرتك وكنت بصرف عليه وكنت بجيب اللي هو عاوزه، بس حصل ظروف فطبعا لقيتها كده اتغيرت مره واحده وراحت سابت البيت ومن غير اي تقدمات ومن غير اي حاجه، وراحت رفعت القواضي. طب هي يعني اللي انا عرفته ان انت كان حالك ميسور الحال. اي تمام. وبتلبي لها كل طلباتها. طب هي كانت بتشتكي لمين ان الحال بقى مش مظبوط؟ هي كانت بتكلم ابوها. بتحكي لباباها. بتحكي لباباها كل حاجه، ده ظروفه قلت، ده مش عارف مبقاش زي الاول، الدخل مبقاش زي الاول، فطبعا كل الكلام ده راح سابت لي البيت. باباها ما نصحهاش ان هي تستحمل وان هو لا ده مش اصول؟ لا مش فيش الكلام ده يا فندم. يعني باباها موافق ان هي اول ما الظروف بينكوا تبقى ماديا او انت تمر بازمه عادي هي ممكن تسيب البيت. حصل ده فعلا، وهي فكرت وده راحت للمحامي وقال لها لا انت راجل منه متكسبات اكتر من لو انت عايشه معاه. انتوا بينكوا اولاد ولا مفيش؟ في ولد واحد بس يا فندم. يعني هي مجرد ما انت حنفيه الفلوس اتقفلت وعندك ازمه هي خلاص ما تكملش وتسيب البيت. طب هو ايه التصرفات اللي كان فيها تلاكيك قبل ما تمشي؟ اكيد كان في حاجه كده هي بتتلكك بيها وبتخلق مشكله. هي بالنسبه لطلبات، يعني هي عايزه طلبات كل شويه، عايزه هدوم، عايزه لبس، عايزه حاجات للطفل. طبعا انت عارفه الظروف كانت مش ميسره لي الفتره ديت، فهتعمل لي ضغط لان انا اتنرفز اعمل اي حاجه، بس انا طبعا الحمد لله بيئه كويسه، ما ماليش في الضرب وماليش في الكلاب ولا الكلام ده كله. فهي بتستفزني باي طريقه عشان اقدر ان انا اطلع غضبي عليها يعني.
تمام. فاضطرت انها خدت البيت وما لقيت مال، انا هادي وانا من النوع اللي انا هادي وطيب، فراحت واخده بعضها ومشيت يعني. مشيت يعني، هي اخترعت لك كم مشكله كده علشان على اساس ان انا اتهور واعمل اي حاجه عشان العيب يبقى مني انا، بالعكس العيب منهم هم مش مني انا خالص يعني. طب هو انت استاذ احمد، لو هي بعد ظروفك الماديه ما ان شاء الله ربنا هيسرها وهي طلبت ان هي تسامحها وترجع، ايه رد فعلك؟ بص يا فندم، الوقت اللي دخلت المحاكم الاستحاله خلاص، هي العشره بينا كده ان واحده ما تستحملنيش وانا في ظروف معينه يعني، لاني الراجل ما بينساش للست تخليها عنه وقت الازمه، وبالذات وقت الازمه الماديه يعني. بالضبط. الستات اللي بتتعرض للموقف ده بتكون هي السبب فيه. وبنشكرك استاذ احمد جدا على مشاركتك معانا، وزي ما شفنا ان التلكيكه كانت بسبب ان الراجل مر بازمه ماديه، وتقريبا العالم كله دلوقتي في ازمه ماديه، وتلككت وطلبت طلبات اكتر بدل ما تبقى واقفه في صفه، ومشيت وسابت البيت وبدعم كمان من الاب. انا مستنيه رايكم كالعاده، هتقولوا لنا الموقف اللي تعرض ليه الزوج دلوقتي موقف حقيقي من الزوجه، هي ليها حق ما تستحملش، ولا هو عنده حق ان هو يشيل وما يكملش، وهي الزوجه اللي عملت في نفسها كده. ومستنيه منكم ارائكم. و الفقرة اللي بعد كده فقرة إشاعة رجالي. فقرة إشاعة رجالي النهاردة هيكون معانا فيها المذيع الشاب الأستاذ أحمد ميلانو، وهيكلمنا عن إشاعتين الستات بتطلعها على الرجالة. نشوف الفيديو مع بعض ونشوف أستاذ أحمد ميلانو بيقول لنا إيه عن إشاعتين النهاردة، ونرجع نكمل كلامنا. عجبني البرنامج جدا يا رندا، فقررت ان انا لازم اشارك معاكم، خصوصا في حتة الاشاعات دي. في اشاعة انتشرت مؤخرا جدا، وهي ان الراجل هو اللي نكدي. ازاي؟ ما اعرفش، قلت لازم ابحث في الموضوع ولازم ادور ازاي. اكتشفت ان الستات من وجهة نظرهم ان اي مشكلة الراجل بيعملها بتنعكس سلبا على حياتهم الزوجية او ارتباطهم. ازاي؟ يعني الراجل مثلا خان او عينه زايغة، فبالتالي البنت بتتضايق فبتيجي تتناقش معاه، فبدل ما بتتناقش وتحل المشكلة هي بتكبر الموضوع، في الموضوع بيقلب نكد، فبقينا احنا شايفين ان الستات نكديين مع انه العكس. بس انا شايف وجهة نظر مختلفة شوية. انا شايف ان الست والراجل الاثنين هما اللي نكديين. طب ما كنت تحاولي تحل المشكلة، حاولي تحتويه وبكل هدوء وصنعة لطافة، مش هيبقى فيه نكد لا منك ولا منه، بس والموضوع خلص يا جدعان. الاشاعة التانية بقى، وهي ان اي حد اسمه احمد بيمثل خازوق. اشمعنى احمد يا جماعه؟ ليه جايين على احمد ده؟ احمد غلبان. طب ما في مصطفى ومحمود وخالد وحازم واسامي كتير، ليه احمد؟ يعني ايه واحده من يومين تقول لي ايه ده انت اسمك احمد؟ لا ابعد ابعد عني. طب واحده تانية صاحبتي بقى لها سنين تقول لي انت لو ما غيرتش اسمك انا هقطع علاقتي بيك. يعني اعمل ايه؟ يعني اروح اقول لهم يا جماعه انا عايز اغير اسمي، سموني محمود ولا مصطفى ولا حازم ولا مدحت عشان صاحبتي بتقول لي طالما اسمك احمد يبقى لازم نقطع علاقتنا ببعض؟ طب ده كلام؟ يعني ينفع اشوف واحده اسمها مي ولا واحده اسمها ندى ولا فلانه ولا علانه اقول دي تبقى كذا؟ لا مش منطقي طبعا يا جماعه. انا نفسي اعرف مين اللي طلع الاشاعه بنت اللذينه دي، عشان الموضوع بصراحه مستفز جدا. مبسوط عامه ان انا شاركت معاك يا رندا، واتمنى ان انا اكون كنت خفيف على الناس، وميرسي قوي على يعني ان انتوا خليتوني اشارك معاك. زي ما شفنا احمد هو بيتكلم عن اشاعتين، وبيقول ان النكد دايما من طرف الستات، وبيطالب الستات ان هي تحاول تحل بدل ما تقلب الموضوع نكد. والإشاعة التانية اللي هي إشاعة اسم أحمد، يعيني اللي فعلا في كل مكان وفي السوشيال ميديا وفي كل حتة، اسم أحمد أحمد أحمد. لا يا جماعة، اسم أحمد ده اسم جميل، أنا بالذات مع اسم أحمد لأن عندي أحمد في البيت، وأحمد ده يبقى ابني وحد يعني لطيف جدا والله العظيم. أحمد بدوي ابني، فكفاية بقى نهاجم اسم أحمد، وأحمد أحسن الأسماء. نطلع مع بعض فاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني. فقرة دلوقتي هي الفقرة بتتكلم عن قضية مهمة جدا بتحصل من الزوجات، وبتكون سبب في تسمم العلاقة بينها وبين أزواجها. القضية أو السلوك اللي بتعمله الستات دلوقتي إن هي بتحكي كل أسرار زوجها لأهلها، لأختها، صاحبتها، زمايلها في الشغل. عايزة تدردش شوية،
تعمل ايه؟ تطلع عيني اسرار الغلبان اللي مضطر ان كل حياته هتبقى قصاد شريكة حياته عايشة معاه في البيت. مفيش عنده سر لا في شغل ولا في تعامل معاها ولا حتى في تربية الاولاد، كل حاجة بتطلعها برة البيت. ممكن ان هي تصغره في موقف، ليه تحسسي جوزك انه مكشوف قدام الناس وقدام اهلك؟ او بيعمل يا ستي داخل شغل داخل بيزنس، هيعمل اي حاجه ومحتاج يبقى ده سر عشان ما تبوظيش حياته او تبوظي شغله، وانت طلعتيه بكل سذاجه وكل عدم مسؤوليه وطلعتي سره لاهلك ولاصدقائك، وبقى يعني حياه جوزك لبانه زي ما بيقولوا في بق الناس. السلوك ده معانا استاذ احمد نجيب على التليفون هيحكي لنا الموقف بتاعه، بس هنقول برضو قبل كل اتصال ان الاتصال على مسؤوليه المتصل، وهنقول الو استاذ احمد معايا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك برنامج انت الراجل. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. احكي لنا بقى يا استاذ احمد ايه اللي مضايقك؟ هو والله الفكره كلها انا اصلا حتى يعني انا من النوع اللي صريح شويه، يعني لما كنت حتى رحت اتقدمت للطلاق دي قلت لها حاجات، يعني انا اساسيات معايا، انا ما بحبش حد يعرف عني حاجه، حتى اهلي نفسهم ما بيعرفوش عني حاجه، ما بستلفش، ما بدخلش جمعيات، ما بشتريش قسط. دول ثلاث يعني دول الحاجات اللي هم انت إيه؟ حاطط قوانين للعلاقه من بدايتها يعني. ايوه انا لا انا يعني من نوع اصلا برضه لما جيت اتجوزت عندي 32 سنه فناضج ففاهم، فقلت لها عندي 1 2 3 4 تمام نحترمهم عشان يبقى لينا خصوصياتنا، بيتنا مقفول علينا، ما بحبش حد يعرف. وهي انا شايفه ان هي طلبات مشروعه، يعني طلبات منطقيه. ما هو في الاول في الخطوبه بتبقى مشروعه جدا، لكن الدنيا بتتغير بعد الجواز يعني. تمام. اللي حصل بعد الجواز ان انا جيت سافرت وكنت ببعت مصاريف بيتي، كانت بتقعد هنا وبتقعد عند بيت اهلها برضو، يعني كانت بتتوزع ما بين بيتي وبيت اهلها شويه، تقول عشان البيت بتاعك ما يكفلش وما فيش مشكله، وانا كنت ببعت لها المصاريف والحاجات اللي زي كده. كان في حاجات بقى بتطلع بتتنطور تتكلم، الاقي والدتها عارفاها. طب يا ماما ما ينفعش كده، يعني خلي بيتنا يبقى مقفول علينا، معلش احنا لو في اوضه النوم الصاله ما تعرفش عننا حاجه، ولو احنا في الصاله باب الشقه ما يعرفش عننا حاجه. لا انا ما بقولش حاجه غريبه، هم هيشمتوا فينا، هم هيكرهوا لنا الخير. طب ليه ستي هم يعرفوا عننا اي حاجه؟ انا ما بحبش حد يعرف دخلي كام، ولا انا جبت ايه، ولا وديت ايه. فجيت هنا لقيت نفسي مديون. طب انا اتدينت امتى واتدينت ازاي؟ اجت قالت انا كنت باخد منهم فلوس كذا وكذا، طب انت مش كلمتيني ليه؟ يعني انت مش عرفتيني ليه؟ بعد كده بقى لما جينا قعدنا نتكلم ومش عارف ايه، يعني انا بستفسر معاها. دخل ابوها وامها بقى انت مش من حقك ان انت تحاسبها، انت مش من حقك، انت مش عارف ايه. جه بقى الكلام اللي يوجع اللي هو الايه بقى؟ ده احنا كنا بنصرف وما بنتكلمش. لا معلش انت مش مجوز بنتك لمؤاخذه يعني العيل، انت مجوزها الراجل. صرفت 1000 جنيه، تعالى قول صرفت ال 1000 جنيه دول في كذا. هي الزوجه مع مراتي بعدين انها خدت منك من غير ما تيجي تقول لي. يعني هو اللي انا فاهماه من النقطه دي استاذ احمد ان هو المفروض الزوجه تتكيف في طلباتها واحتياجاتها على قد دخلك، وما تضطرش ان هي تخليك مديون لاي حد، يعني عموما حتى لو اهلها. ما تكيفتش قبل ما تاخد جنيه من بره تقول لي انا عايزه. يعني انت مش ممانع تبعت لها احتياجاتها يعني. الله يفتح عليكي. انت عارفه هي لو قالت انا عايزه وانا قلت لها مش معايا اتصرفي، عندها مبرر. لكن اتفاجئ ان انا بعد ما اجي من سفر الاقيها واخده من ابوها فلوس، طب انت خدتيهم في ايه؟ ولا صرفتيهم في ايه؟ ويرجع باباها بعد كده يجي يتكلم في وسط القعده يقول ده احنا صرفنا عليك. طب هو عليا انا فين؟ حتى في وسط الناس إيه؟ قلت لهم الجنيه اللي صرفته هدوا لك 2. طب وايه اكتر حاجه يا استاذ احمد او اكتر موقف حصل من الام خلى الوضع أسوأ او ضايقك اكتر حاجه من ام الزوجه؟ ان تفاصيل بيتي كانت موجوده عند امها. بس ده مش من ام الزوجه، دي غلطه من الزوجه نفسها. انا بقول من ام الزوجه، ايه اكتر موقف كان بيضايقك؟ ان هي عارفه عني كل حاجه حتى ادق تفاصيل في بيتي. يعني ان هي ما بتحاولش توعي بنتها كمان ان هي تبطل الطبع ده وتحكي لها كل حاجه. انا في حاجات لو انا بحكيها مع والدي ممكن يشتمني يقول لي عيب ما تقولش الحاجات دي. فهمت.
طيب يا استاذ احمد، من حاجه زي كده من التجربه بتاعتك، تنصح الازواج قبل ما يدخلوا علاقه جواز يعرفوا ازاي ان الزوجه ممكن يكون فيها الغلطه دي من التصرفات اللي بتبقى فتره الخطوبه او علاقتها باهلها؟ تعرف منين العلامات اللي تخلي الراجل يخلي باله قوي وممكن يقف ويعمل ستوب من خلال موقفك؟ هو معلش، هو يعني برضه هي التجربه نفسها مش هتتعمل الا لما يكون جربها، لان برضه انا اعرف واحد خطب سنه ونص وبرضه طلع مشاكل، طلع الثاني كل واحد في الخطوبه بيطلع يعني زي ما قلت لنا في اول المكالمه ان ما بيبانش كله في الخطوبه، بعد الخطوبه بيتغير. وبنشكر استاذ احمد على مداخلته، احنا عاوزين ناخد راي الدين. ومعانا على التليفون فضيله الشيخ اشرف عبد الجواد من علماء وزاره الاوقاف. فضيله الشيخ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك برنامج انت الراجل. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا وسهلا، اهلا بيك. احنا عاوزين نعرف حكم الدين في الزوجه اللي بتطلع اسرار بيتها زي ما سمعنا دلوقتي لاهلها او صحابها او اي بتطلع عموما اسرار بيتها. تمام. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، الزواج آية من آيات الله عز وجل وسنة من سننه الكونية. قال ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج قائم على المودة والرحمة والسكن والطمأنينة وحسن العشرة. وصفه الله عز وجل بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالله عز وجل وصف الزواج بالميثاق الغليظ. الإسلام وضع الضوابط والشروط التي من أجلها يختار الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كذلك وضع الإسلام الضوابط والشروط التي من أجلها تختار المرأة، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن عامل الدين قاسم مشترك في اختيار الزوج والزوجة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، في المرأة وجمالها ودينها، فالدين والأخلاق قاسم مشترك في اختيار الزوج والزوجة. للأسف هنضطر نشكرك يا فضيلة الشيخ عشان خلاص وقت البرنامج خلص. وزي ما احنا شفنا يا جماعة يا ستات، حافظوا على أسرار بيوتكم، لا سر يطلع لا لأم ولا لصديقة ولا لزميلة، وحاولوا تستوعبوا رجالتكم، لأن الشكوى من الموضوع ده كترت جدا. وقتنا خلص، وأشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية. وإنت الراجل، تصبحوا على خير.